انا كنت شغاله بصراحه في منديل الطرب، ببتدي اظبطه كده واقطعه مربعات علشان نلف فيه الطرب على طول. الكفته والطرب الاثنين يعتبر واحد، بس تقديم الكفته غير تقديم الطرب. الكفته بتتشوي لحمه زي ما هي، اما الطرب بيتلف في المنديل بتاع الطرب اللي هو بيجي من الخروف، ما بيجيش من حاجه تانية خالص. تعالوا بينا بقى نقول مقاديرنا على طول. وصفتنا هنحتاج كيلو من اللحمه المفرومه، هنحتاج ربع كيلو من اللية الضاني المفرومة أو من الدوش، يعني لو ما بنحبش طعم اللية يبقى نحط من الدوش ربع كيلو، حوالي 200 جرام لكل كيلو لحمة مفرومة حمراء، 200 جرام من الدهون، علشان مش أي دهون، لأن في دهون بتخلي الكفتة تسيح مننا وتفك مننا واحنا بنشويها لو هنشويها على الفحم. تمام، عندنا بقى منديل ضاني ده علشان الطرب، بصلتين مفرومين وواخدين التفل بس من غير المية، ربع كوب من البرغل الناعم اللي احنا غسلينه ومش ناقعينه، وهنقول مش ناقعينه ليه، ولو مش حابين نضيفه برضو ممكن نستغنى عنه مفيش مشكلة. هنحتاج معلقة صغيرة من السكر ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر والسبع بهارات وملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا ويلا بينا بقى علشان نشتغل. تمام، زي ما قلنا اللحمة ما ينفعش أشوي كفتة خاصة على الفحم من غير ما يكون فيها نسبة دهون. أنا بعمل النهاردة الوصفات ينفع تشويها على الفحم، بس أنا بسوي النهاردة في الفرن علشان اللي ما عندوش فحم. تمام، فهنقول كل التفاصيل بحيث أنك أنت لما تعملي الكفتة على الفحم ما تسقطش منك وتطلع معاكي ناجحة وعشرة على عشرة. زي ما قلنا اللحمة المفرومة يفضل أن هي يكون فيها 20% نسبة دهون، ومش أي دهون. هنحتاج يلبوش، تمام، الدوش سوري، اللي هو بيبقى موجود تحت الرقبة، رقبة العجل بتبقى كده وتحتيها عند الصدر في جزء كده بيبقى فيه بيسموها لحمة بيضة، دي بتبقى حلوة جدا في الكفتة لأنها بتمسك الكفتة ما بتسحش وتبوظ مننا. تمام، هنطعم معاها برضو باللية الضاني علشان تدينا كده طعم ايه الكفتة الضاني. هحط كده، طبعا يفضل تكون مفرومة كويس جدا جدا مع اللحمة. البرغل بقى، ليه بنحط برغل وليه بنغسله بس ومش بننقعه؟ البرغل من الحاجات اللطيفة جدا، بتدي طعم حلو قوي، ده غير كمان ان هي لما بتتحط مع اللحمة وكل المكونات بتبتدي تمتص، طبعا احنا مش ناقعينها احنا مغسلينها بس، بتمتص اي سوائل زيادة وبالتالي هي بتنفش. تمام، وبتعمل على تماسك الكفتة، تخلي الكفتة كده ايه متماسكة ومتفكش منك بسهولة. هحط البرغل كمان، بتكتر بصراحة الكمية، مش بتكترها قوي بس يعني بتدي برضو زيادة شوية. هحط البهارات السبعة، رشة من السكر تدي طعم حلو جدا، والبيكنج باودر اللي هيخلي الكفتة تبقى هشة معانا، واحط كمان البصل اللي احنا مصفينه كويس، وده ضروري جدا 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 طالما هعمل كفتة على الفحم، حذاري يبقى في البصل مية، يعني لو في مية كده لازم بصوا تتصفى كويس جدا كده قبل ما اضيفها على اللحمه. تمام، اهو بالشكل ده زي ما قلنا، عشان احنا هنعمل هي دي الكفته اللي هتتصبع كفته وهي اللي هتتعمل طرب. طيب الطرب ده بيجي اللي هو منديل الطرب ده اللي بيبقى من الخروف، لانه بيبقى رقيق زي ما انتم شايفين، بص شكله عامل ازاي رقيق. لو في حته تبقى بتخينه بالشكل ده دي بستغنى عنها، ما اقدرش ان انا الف فيها الكفته، هتبقى صعبه جدا ودسمه بطريقه رهيبه، شايفين تخن ايه، فدي هنستبعدها. اما دي هبتدي اقطعها مربعات بالشكل ده عشان الف فيها الكفته على طول. تمام، نشيل الصينيه خالص اهو بالشكل ده، تمام خلاص كده جهزت منديل الطرب وقطعته مربعات بالشكل ده علشان يبقى جاهز معانا نلف فيه الكفتة على طول. طبعا بيتغسل كويس جدا، بعد كده بقى بيتبل برضو، ما ينفعش ان انا احطه من غير تتبيل، فهعمل ايه، عندي مية البصل وملح وفلفل بس كده، نديها كمان رشة من البهارات السبعة، وادي الفلفل الاسود والملح، وابتدي احط بقى منديل الطرب بعد ما اتقطع في الخليط ده علشان يبقى له طعم حلو هو كمان. هعجن كويس قوي كفتة الشوي، ما ينفعش ان انا
اقلب الحاجه بس كده مع بعض وخلاص اقول انا كده عجنتها، لا لازم تتعجن بضمير. ليه بقى؟ كل ما عجنتي اكتر كل ما الانسجه بتاعت اللحمه تشابكت مع بعضها اكتر، وعملنا نسيج قوي كده ما بين انسجه اللحمه عشان تبقى متماسكه وما تنزلش وما تقعش مننا ابدا على الفحم. حاجه كمان مهمه جدا، ما ينفعش ان انا بعد ما عجنت وعجنت كويس والدنيا تمام وزي الفل ان انا على طول اصبع وابتدي اشوي، لا مستحيل برضو هتفك مني، لازم نسيبها بقى ترتاح. حراره ايدينا اللي احنا عاملين نعجن بيها دي مسيحه الدنيا معانا شويه، لازم تتحط في الثلاجه. اولا البرغل ياخد وقته علشان يمتص السوائل الزياده، ثانيا اللحمه والدهون اللي فيها تجمد وتمسك وبالتالي برضو تبقى متماسكه معايا وانا بعملها على الفحم. دي كل اسرار الحاتي علشان تطلع معاكي الكفته حلوه قوي وما تشتكيش ابدا ابدا ان هي بتقع منك وانتي بتشويها على الفحم. يبقى العجن الكتير كل مكوناتك ما فيهاش اي سوائل، بصل معصور، البرغل مش منقوع، تمام. ايه كمان؟ 20% دهون. عجننا كويس قوي، هنريح العجينة بتاعت الكفتة في التلاجة مش أقل من ساعة علشان تشد معانا وتدينا النتيجة المطلوبة. بعد كده أنا عشان هسوي برضو النهاردة في الفرن، مش هنعمل على فحم ولا حاجة، وده مطلب جماهيري، أنا كنت عايزة مسني يا جماعة موجود ما شاء الله الحمد لله. هبتدي دلوقتي إن أنا آخد من الكفتة وابتدي أشكل. طيب انا بعمل كده ليه؟ عشان يبقى فيه تجويف في الكفتايه، تبقى مستويه كويس قوي من جوه ومن بره، تمام بالشكل ده. وابتدي ارص في الصينيه. الكلام ده ينطبق برضو على الفحم، سواء بقى على اسياخ او على الشبكه، لو هتعمليه على الشبكه برضو هتعمليها على مسن كده وتبتدي ترصي على الشبكه. شايفين بقى الخرم اللي جوه ده باين معانا؟ فين فين كده؟ تك تك تك، مش باين اهو كده، حلو اهو شغال الخرم اهو باين، تمام. وهكذا بقى لغايه ما نخلص كل كميه الكفته اللي احنا عايزين نعملها. وتعالوا بينا برضو نشكل كام صباع طرب كده علشان ندخل كده الفرن ونسوي على طول. هنا بقى مش محتاجه ان انا ولا ادهن الصينيه ولا احط اي حاجه تاني لان الكفته فيها نسبه دسم كويسه، كمان الطرب هيبقى فيه نسبه دسم بره كمان غير الكفته نفسها من جوه، فمش محتاجين اي اضافات لمواد دهنيه تانيه. انا حطيت بس مع اللحمه لان اللحمه اللي محطوطه دي يعني لو ريش يا دوبك دهنه خفيفه من الزيت على الصينيه وخلاص، لان الريش بيبقى فيها نسبه دهون. اما اللي احنا عاملينه النهارده الفليتو ما كانش فيه اي دهون، عشان كده انا ضفت الليه عشان تديله الطعم الجميل. بصوا بقى معايا، يعني احنا ما ريحناهاش في الثلاجه ولا حاجه، ولا لسه البرغل امتص المواد السايله ولا الكلام ده كله، بس بصوا مهما نعمل فيها ما بتفكش مننا، تمام. في حد بقى يجي يشوي على الفحم كده فتبص تلاقي اول ما يمسك صباع الكفته يحطه كده على الفحم تلاقي تك 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 وقع، ده ايه؟ ده دليل على ان عجينه الكفته نفسها فيها مشكله، تمام. احنا قلنا كل حاجه علشان تطلع معاكي 10 على 10. طيب ما تيجوا بينا بقى نعمل وحدتين كده من الطرب، نفس النظام بالظبط. هاخد بقى حته من منديل الطرب اللي احنا قطعناه مربعات زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، ويفضل الجزء الخفيف زي الفل. يلا بينا. هاخد بقى جزء من الكفته يلا بينا نبتدي بقى نلف منديل الطرب على الكفته. انا ايديا كلها لحمه كده، بصوا القفل ده بقى سواء هتشوي على الفحم او في الصينيه، شايفين القفل اللي هو اخر جزء في المنديل ده
هبتدي احطه كده على الصينيه عشان يفضل مقفول ما يفكش ويتفتح. من بعد ما عملنا الكفته والطرب وشفنا ازاي بيتشكل الكفته وقلنا كل الاسرار علشان تطلع معاكي 10 على 10 لو هتشويها على الفحم، اما لو هنعملها بقى في الفرن زي ما انا عملت كده هنرصها في الصينيه وندخلها بعد ما نخلص على الرف الوسطاني على اعلى درجه حراره، هتاخد لون بقى فوق وتحت وتطلع تحفه جدا جدا. برده بعد ما تخرج هنكون عاملين الفحمايه زي ما قلنا، هنحطها يا اما في طبق يكون بيتحمل الحراره يا اما ورق الومنيوم نطبقه كده كام تطبيقه ونعمله زي طبق احط فيه الفحمايه الولعه وعليها حته ليه صغيره واغطي الكفته والطرب بتوعنا كويس جدا باي غطا سواء فويل بقى او اي غطا عشان بس احبس الدخان بتاع الفحم ما يخرجش بعيد، وبعدين 10 دقائق بالظبط وتقدميها بالف هنا وشفا. طيب ما شاء الله اللهم بارك بدأ هو يلونوا وياخدوا معانا اللون، هنستنى بقى اما الطرب اللون الابيض ده ياخد لون كده احمر لذيذ. الكفته كمان ما شاء الله بجد تحفه، يعني بجد مش قادره اقول لكم الطريقه دي، يعني الحمد لله الحمد لله كل اللي جربها يعني شكروني جدا وعجباهم جدا. ناس كتير بتقول لكم عمرنا ما بنعرف نعمل الكفته خصوصا على الفحم، فالنهارده هو عملناها وقلنا كل التفاصيل بتاعتها، وكمان عشان الناس اللي ما عندهاش فحم عملناها النهارده في الفرن. تعالوا بينا بقى نرجع للكفتة والطرب ونشوف أخبارهم إيه في الفرن. الله الله بجد تحفة. اللون جميل والريحة جميلة والدنيا كلها جميلة ما شاء الله. يلا بينا بقى نقدمهم كمان عشان نسلم جايزتنا للفايزين معنا النهاردة. معلش أنا هاخدها وأروح الناحية دي عشان أعرف أتحكم فيها، سخنة جداً. شايفين بقى الكفتة بص شكلها عامل ازاي؟ حياتي حياتي يعني ما مش عايزة كلام ما شاء الله بجد. زي ما قلنا لو حابين ان احنا ندي الطعم بتاع الفحم مفيش مشكلة خالص، هي فحماية هنولعها تمام، وبعد كده نحطها في نص الصينية في طبق صغير كده يكون يتحمل درجة الحرارة او ورق ألومنيوم، ونحط فيها حتة لية صغيرة تمام، وبعد كده نغطي عليها فالكباب بقى والطرب والكفته الكلام ده كله هياخد طعم وريحه الفحم. ما شاء الله انا هحط دول بس في الفرن، ايه محتاجين سنه لون كمان. حاجه بقى مهمه، الصوص اللي بيبقى تحت ده اوعى ترموه ازعل. العيش بقى بتاعنا اللي احنا بنقدم عليه زي ما انتم شايفين كده، العيش اللي احنا بنقدم عليه الكفته والكباب والكلام ده كله هاخد كده العيش وابتدي احطه بالشكل ده تمام. بصوا هياخد بقى من الطعم اللي نازل من الكفته والطرب تمام، ونحطه بقى في الصينيه بتاعت التقديم او طبق التقديم ونحطه فوقيه الكفته، بيبقى طعمه رهيب جدا جدا. ماشي بس عشان ايه محدش يفرط فيه خساره هدخل دول بس ياخدوا اللون.